يختلف معنى صعود وهبوط السلالم بالنسبة للمرأة المتزوجة على حسب طريقتها أثناء الصعود والنزول. وبشكل عام يوضح علماء التفسير أنه إشارة إلى الرفق في معاملة الأبناء والنجاح في إدارة حياتها الزوجية، سواء فيما يخص العلاقة بالزوج أو المنزل نفسه. وإن استطاعت صعود السلالم دون أن تصاب بالكثير من التعب، فيوحي المنام بخفة الروح والتحلي بالإيجابية والسعادة التي تكون قريبة منها. ومشاهدة المرأة أنها تصعد السلم أو تهبط منه برفقة زوجها، بأنها تكون شديدة الثقة به وفي تصرفاته المختلفة، وهذا يجعلها دائما مطمئنة وراضية عن علاقتها الزوجية، ولا يهددها الخوف أو عدم الأمان. وإن كان صعودها للدرج مع أحد الأصدقاء، فتكون على وشك أن تبدأ معه عمل جديد أو تجارة. بينما يرى بعض المفسرين عدم الخير من نزول الدرج ويؤكدون على أنه شرا في تفسيراته، وعلى الأخص إن وجدت نفسها تبذل مجهودا فائقا في ذلك الأمر، والذي يعد مؤشرا على ضغوط العمل القاسية أو الوقوع في الأحزان التي تنتج عن الانفصال والابتعاد عن الزوج في الحقيقة. في حين أن هبوط السلالم مع شخص غير معروف بالنسبة لها يوحي بالخير وهدوء الحياة بإذن الله.